وشكر خاص للسيد ايمانويل ماكرون والى الرئاسة الفرنسية السيء ومكرون اشكرك على رؤيتك وعلى طاقتك التي كانت محركا قويا اشكركم اشكر جميع الساده القاده البعض منكم هنا في اوروبا وفي افريقيا ولكل الاوروبيين الذين قاموا باعداد هذه اللحظه السياسيه الهامه كل هذه اللقاءات تعتبر ركيزه اساسيه في القمة وهناك الكثيرون الذين لعبوا دورا كبيرا في مساعدتنا على تأسيس هذه الشراكة وكذلك تحقيق الأسس الأوروبية والافريقية التي كانت حافزا لافكاركم ولمشاريعكم أريد أيضا أن أحيي السيد إن نجاح المشروعات الإبداعية يعتبر أكبر من العلاقات المؤسسية وهو أيضا يعتمد على قوة العلاقات الشخصية <applause> أوروبا وأفريقيا نحن شبكة من الرجال والسيدات و ونعتمد على قوه المشروعات القادمه <applause> <applause> نحن نتحدث الآن أيضا إلى مجتمعنا إلى شركتنا أن يفتحوا أعينهم جيدا ليظهروا ليظهروا لنا نقاط الضعف الموجودة لدينا في المجتمع إنها رسالة إلى الجميع نحن يجب أن نستخرج النصو الدروس المستفادة من كل ما يحدث عندما قمتم قبل سنة باطلاق الشراكه الافريقيه لصناعه او تصنيع اللقاحات من اجل تخفيض من تعويل افريقيا على الخارج في مجال صناعه اللقاحات. هذا مشروع لافريقيا صممه الافريقيون من اجل الافريقيين. وهذه فرصه تسمح لنا نحن الاوروبيين بتطبيق طريقه جديده للعمل معكم والتعاون معكم. الاتحاد الاوروبي وكل كل الدول الاعضاء فيه قام بحشد موارد من اجل تمكينكم من الناحيه النظاميه او التنظيميه والعمليه وهذا ما فعلناه في جنوب افريقيا وفي رواندا وفي السنغال هذا الاجتماع هذه القمه يجب ان تكون الفرصه من اجل ترسيخ شركتنا الجديده الاستراتيجيه نحن لسنا هنا من اجل القيام بالتعاون التقليدي كما درجه العاده بل نتقاسم هنا اللغات نفسها وكذلك الروابط الشخصيه الروابط الاقتصاديه والثقافيه ونتقاسم تاريخا مشتركا ايضا بكل محطات النجاح فيه ولكن ايضا بالمعاناه والالام التي شهدتها والتاريخ لم نعشه بالطريقه نفسها على ضفتي المتوسط، هذا الماضي لا يمكن ان نغيره يجب ان نقر به ونعترف به بصفاء الذهن ويجب ان نستخرج دروس منه من اجل بناء مستقبل اكثر صلابه و اكثر املا. بهذه الامال نلقاكم اليوم فنحن ننظر الى القاره الافريقيه كقاره ديناميه كلاعب اساسي للقرن الحادي والعشرين وشريك مميز بالنسبه الى اوروبا، نحن مجتمعون هنا حتى نرسم معا مجالا مشتركا للرفاهيه للاستقرار وللامن. معا نود ان نصوغ المبادئ المؤسسه لهذه الشراكه المتجدده الاحترام المتبادل، المصالح المشتركه على قدم المساواه وهذا يعني ان نوافق او نتفق على هذه القيم الاساسيه كرامه كل شخص، الحريه، التضامن والحوكمه، لان تجديد هذه الشراكه يعني ان نلتزم على مبادئ الثقه، الثقه تفترض الشفافيه المسؤوليه الفعاليه وهذا نظام علينا تجاه مواطنينا هذا تحد يومي يجب أن نتعلم مواجهته وأن يتعلم كل منا من الآخر نصب لرؤية إفريقيا مستقرة امنه ومزدهره من اجل الافريقيين ومن اجل الاوروبيين لا يمكن لاوروبا ان تكون امنه ومستقره دون افريقيا امنه ومستقره وعندما نؤكد ذلك نستلهم من ديسموند توتو من روحه وأصبحنا نفهم ما كان يقول نحن مرتبطون جميعا الواحد بالآخر بوشائج خفية بعلاقات خفية رخاؤك يقرر رخائي ويعزز رخائي والعكس صحيح ان ازدهار افريقيا هي من مصلحه اوروبا تمويل اقتصادات افريقيا هي اولويه بالنسبه الينا لهذا السبب اطلقنا في اجتماع قبل اشهر في باريس في اجتماع خاص اطلقنا استخدام حقوق السحب الخاصه بالنسبه الى الدول الافريقيه وكذلك اطلقنا حلولا مبتكره من اجل تمويل المشاريع ومواجهه المخاطر في كل مره كان هدفنا ان نضاعف ونوجه بقنوات صحيحه ومناسبه الاموال من اجل مشاريع فعاله تختار وتنتقى بشكل مناسب الرفاهيه والتقدم لا يمكن ان يتم احلالهما ان لم ناخذ بعين الاعتبار الجانب او العامل الديمغرافي هنا ايضا نواجه تحديا مشتركا ان نصف سكان العالم سيكونون من سكان افريقيا بعد عشرين سنه او ثلاثين سنه و من هنا ضروره بعد خمسين سنه عفوا من هنا ضروره ان نقوم بتدريب الشباب وعلينا ان نقوم باداره افضل لامكانيه التنقل بين دول الإفريقية ومن افريقيا الى اوروبا مع مكافحه الهجره غير الشرعيه وعن طريق تنظيم الهجره القانونيه اخيرا ان القارتين متشابكتان ومتكافلتان ان اي خطر يحدق باحداهما يهدد الاخرى إن المشاكل الإفريقية أو التحديات الإفريقية تتطلب حلولا تضعها الإفريقية وتضعها المؤسسات الإفريقية حل النزاعات مثلا ونحن الأوروبيين مستعدون للعمل معكم حتى نعمل معكم من أجل اقتصاد أكثر صمودا وأفضل أداء اختتم بالقول سيداتي سادتي انه بامكاننا ان نتخيل ونتصور مستقبلنا ونود ان نكون الى جانبكم حتى نتعاون معكم في كل مره ترغبون بذلك بتفاؤل بروح جديده وبامكانيات ملموسه نحن لا نريد فقط ان نكتفي بالاعلانات الرنانه والخطب الرنانه بل سنقوم بمواكبه عمليه ملموسه على اساس فهمنا المشترك لشركتنا واليوم وغد سندلل على ذلك واجتماعاتنا ستسمح اليوم وغد ب بناء شراكتنا المستقبليه اود ان اقول ان التحادينا ينبضان بنبض واحد وبقلب واحد واتحادان سيتحدثان باللغه نفسها بلغه واحده حتى نجعل العالم اكثر استقرارا اكثر عداله افضل اكثر صمودا واكثر استدامه واختتم ب الاقتباس من قول مأثور من توغو حيث القلب لا تتردد لا نتردد في الذهاب لا تتردد الأقدام في المشي نعرف أين يكمن القلب ويبقى أمامنا أن نتوجه إليها أتمنى لكم قمة ناجحة شكرا جزيلا